السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية للناس اللي بتشوفنا لأول مرة، ياريت يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصلهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الأفاضل، ياريت يضغطوا لايك ويشاروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. تعالوا نبتدي بأخبارنا عن النادي الأهلي. صلاح محسن غادر من مران النهاردة بسبب كدمة في القدم. صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي غادر من مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بعد شكوى من إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة اللي أجراها ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. وغادر صلاح محسن المران قبل نهايته، وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بعد تعرضه لكدمة في القدم. والنادي الأهلي بيستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام المصري. ده الخبر بخصوص صلاح محسن. بالنسبة لعلي معلول، انتظم علي معلول في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة. علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في مران الفريق الجماعي الذي يقيم على ملعب التتش ظهر اليوم بعد تعافيه من الإصابة العضلية الضامة اللي تعرض ليها وغاب على أثرها في المشاركة في مباريات الرسمية في الفترة الأخيرة، مباراة الهلال ومباراة الأمس مباراة وادي دجلة اللي فاز فيها النادي الأهلي 3 أهداف مقابل شيء. وشارك علي معلول في مران الفريق بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، والتأكد بشكل نهائي من تعافيه من الإصابة وعدم وجود أي آلام في موضع الإصابة اللي اشتكى منها. وأكد اللاعب التونسي من خلال مشاركاته في المران جاهزيته للمرحلة المقبلة وما تشهدها من ضغط في المباريات سواء على المستوى المحلي أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان النادي الأهلي حقق الفوز على وادي دجلة أمس زي ما اتحدث في الدوري. وطبعا احنا عارفين إمكانيات علي معلول، علي معلول طبعا بيصنع الفارق مع فريق النادي الأهلي. بخصوص بقى موضوع المسار حاليا، موضوع أحمد بلال. أحمد بلال يعني كلام كتير عن أحمد بلال في الفترة الأخيرة من وقت بطولة الأمم الإفريقية للناشئين والفاز فيها منتخب مصر، والكلام عن مصطفى محمد ومش مصطفى محمد، ورجع تاني اتكلم عن مصطفى محمد مع هاني حتحوت، ورجع هو دي المرة كان من خلال قناة النادي الأهلي اتكلم عن مصطفى محمد وإمكانيات مصطفى، ومن حقه إنه ينتقد ويقول، لكن الموضوع بقى أوفر بأمانة يعني بصراحة شديدة. يعني كلام كتير عن مصطفى محمد بقى أوفر. إيه يا عم أحمد يا بلال، أنت أكبر من كده، أنت راجل هداف النادي الأهلي، هداف منتخب مصر، أنت أكبر من كده يعني. أنت تتكلم وتقارن وتقول لاعب ده وأتحدى وأراهن. كان مع مهيب تقريبا امبارح أو أول امبارح كان بيتكلم عن مصطفى محمد، يقول لك اراهن انه مش هيجيب جون في مباراه بيراميدز امبارح تقريبا، اراهن معاك ان انت بتتعب ليه؟ حتى ما يجيب جوان ولا انت بقى يعني نوع من انواع الضغط، بتضغط على اللاعب عشان ما يحققش مثلا يعني هل ده من مصلحه النادي الاهلي مثلا من وجهه نظرك ان انت بتضغط على اللاعب او الخصم علشان ما يلعبش، ولا ممكن كلامك يبقى دافع ليه؟ سيب الناس. فالنهارده احمد بلال ناس كتير بتهاجمه، منهم للاسف الشديد وليد صلاح عبد اللطيف، مش وليد صلاح الدين، وليد صلاح عبد اللطيف بتاع نادي الزمالك اللي بيطلع على برنامج الزمالك اليوم، ومرتضى منصور يعني خلاه اعتذر 3 مرات علشان قال كلمه كويسه وقال كلمه حلوه في حق الخطيب وقال ان الخطيب قيمه وبتاع، فمرتضى منصور طلع وهاجمه وبتاع فغير كلامه، قال لك اللي تتكلم كده ما تجيش نادي قناه الزمالك وبرنامج الزمالك. قال له انا اعتذرت، هو طلع اعتذرت له مره في النادي واعتذرت له دلوقتي واعتذر له 3 مرة عشان قلت كلمه محترمه. فالمهم احمد بلال، احمد واسمه وليد، انا بتوه في اسمه، والله بتوه في اسمه، انا لولا وليد صلاح الدين انا عارفه، فيقولوا لي وليد صلاح الدين الثاني كده انا اعرف احمد، لكن هو كشخص وانا يعني وليد صلاح الدين عارفه، فلما اجي يعني اعرف وليد صلاح عبد اللطيف اقول ايه وليد صلاح الثاني، مش يعني فانا مش عارف. المهم ان وليد صلاح عبد اللطيف مش تقليلا منه يعني، لكن دي الحقيقه بالنسبه لي يعني. لكن لو جيت حطيت نجوميته بجوار نجوميه احمد بلال
لا احمد بلال في حتة تانية خالص، احمد بلال نجم نجم نجم، احمد بلال احمد الجواد. فالمهم احمد وليد صلاح عبد اللطيف ده بيهاجم احمد بلال، بيقول ايه، في حد لعب في بينتقد مصطفى محمد، في حد بينتقد مصطفى محمد، والحد ده والحد ده حد واثنين وثلاث واربع، والحد ده يعني لعب في الاهلي سنة ولا سنتين، الحد ده اللي هو مش عايز يذكر اسمه، احمد اسمه احمد جوال مش احمد بلال يا وليد صلاح عبد اللطيف. انت لعبت في الزمالك قد ايه ومين يعرفك اساسا؟ مع احترامنا اذا كنت انت اشهر لاعب في الزمالك، اذا كنت شايف نفسك مشهور يعني دي تبقى كارثه يعني لنادي الزمالك. وبعدين انا ممكن اقبل النقد من لاعب، واولا النقد من حق كل انسان، واي انسان بيشتغل في العمل العام زي ما احنا عارفين من حقه انه او من حق اي حد انه ينتقده يعني، لكن الانتقاد بيبقى باسلوب محترم يعني، ما اقولش لحد وحد والحد ده كان مش عارف يلعب سنه ولا سنتين، يبقى ده اسلوب يعني مش ظريف مش لطيف يعني في النقد. فعلشان كده انت بتنتقد باسلوب مش لطيف، انت هتلاقي اللي هينتقدك باسلوب مش يعني، هنا دي مش اللي انا بعمله في حق وليد صلاح عبد اللطيف، ده مش نقد باسلوب مش لطيف يعني، لا ده حقيقه. ما تيجي تقارن، تعالى كده تعرف احمد بلال، اعرف تعرف وليد صلاح عبد اللطيف، وليد صلاح عبد اللطيف، وليد صلاح مين وليد صلاح؟ ايه يا عم وليد مش كده؟ احمد بلال بقى اتكلم علشان يعني فيه هجوم كتير من جماهير نادي الزمالك على مصطفى محمد، لما كان اتكلم وقت امم افريقيا طلع وقال لك ده غيران ده منافس ده مش عارف ايه، فاتكلم مع مهيب عبد الهادي وقال لك ان هو اللاعب محطوط تحت ضغط، واللاعب بقاله من بعد امم افريقيا ما سجلش، من بعد امم افريقيا للناشئين تحت 23 سنه ما سجلش، وهو عنده زو عمرو زكي، واحنا كلنا بننتقد موهبه مصطفى محمد في راسه في الكور الراسيه زي جمال عبد الحميد، حتى جمال عبد الحميد يمكن كان يتفوق شويه في الاستلام والتسلم، مصطفى محمد عنده مشكله في الاستلام والتسلم والكور الارضيه اللي بتتعامل بقى بالقدم، واسمها كره القدم مش كره الراس. المهم يعني قال لك ايه احمد بلال بناء على النقد والهجوم اللي لقاه من قبل بعض الجماهير، سواء جماهير هي جماهير نادي الزمالك اللي هجمته يعني، قال لك ايه لابد، معنى خلال صفحته على الفيسبوك قال لك لابد من احترام الراي والراي الاخر، مش معنى ان ليا وجهه نظر في لاعب او نتيجه مباراه ده يعطي الحق للمشاهد انه يعلق بالفاظ خارجه وتعليقات خارجه، لابد من الاسلوب الراقي في التعليق وشكرا. ده كان يعني من حقك تعلق وتنتقد وبتاع، لكن الاسلوب محترم، وهو احمد بلال يتقبل هذا، لكن الشتيمه والكلام ده كله شيء صعب يعني. ايمن يونس بقى ربط ما بين اللي بيعمله احمد بلال والنادي الاهلي، قال لك انتقد ايمن يونس نجم نادي الزمالك الاسبق احمد بلال مهاجم الاهلي الاسبق بسبب الانتقادات اللي وجهها بلال الى مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك. هو اولا من حقه انه ينتقد يا جماعه، لكن انا شخصيا واخد عليه قصه ان انا اراهنك انه مش هيجيب اجوان، يعني مش ظريفه مش حلوه، لكن تيجي تقول لي ان اللعيب امكانياته الفنيه مش قد كده، امكانياته الفنيه، ما انا ممكن اي واحد، ما هم بتشوف لعيبه واعلاميين بيطلعوا يحللوا ويقول لك اللاعب الفلاني الفلاني مش على قد امكانيات النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي تقيل على اللاعب ده، لا مش هو مش نفس اسلوب لعيب النادي الاهلي، ايه بقى المشكله؟ بنتضايق بنتقمص بنزعل، طب ما انتوا الاعلام ماسك وليد ازار عمال يقطع فيه، ودي حقيقه بقى له فتره غايب عن التهديف ومش في مستواه، ودي حقيقة. احنا زعلنا جماهيرنا ده بنقدر نفرز، هنا مصطفى محمد بقى له فتره غايب عن التهديف، لكن انا زي ما بقول لحضراتكم الكلمه اللي تؤخذ عليه اللي هو قالها بتاعت اراهنك انه متراهن انه مش قال لك اراهنك انه مش هيجيب جون في مباراه بيراميدز ديت، انا حاسس انها مش تطلعش من احمد بلال. كتب مصطفى يونس بقى من خلال صفحته على تويتر وقال لك ايه، صباحكم خير، اصبحت اسهل وارخص طريقه لاي لاعب معتزل انه يطلع على اي شاشه يستفز النادي المنافس وجمهوره ويتطاول على لعيب معين ويهين مدرب، وبكده يبقى طلع رخصه انه اعلامي مهم لناديه. هو اولا احمد بلال مش محتاج يا مصطفى يونس، انت راجل محترم يا مصطفى يونس، برضه مش عايزين نتكلم في القصه دي، انت راجل محترم، احمد بلال مش محتاج، احمد بلال بيطلع على قناه النادي الاهلي وبيتكلم وبيحلل مباريات وبيحلل ماتشات، احمد بلال مش لسه واحد جاي يعني تلميذ، لا. فالنهارده احمد بلال ما بيعملش كده علشان الشو يعني،
بلال معروف من الاهلي، قناه الاهلي موجود في قناه الاهلي، وقناه الاهلي بيطلع يحلل ويتكلم وبتاع، مش طالع النهارده واحد كان مغمور وطالع يعمل. وبعدين النهارده انت بتزعل ليه يعني؟ قال لك يطلع يقطع او يتطاول، هو ده تطاول؟ شتمه بالاب، شتمه بالام، اسلوب فج ممكن يكون اللي عامله بعض يعني اسلوب، لكن ما تطاولش ولا بتاع يعني. انتوا كلكم ايه سنين سكاكينكم على الراجل؟ طب احمد، طب مصطفى محمد مش هيجيب جول في مباراه بيراميدز، ايه بقى المشكله؟ بس من غير رهان يعني، عشان ممكن يعملها الولد ده كره راسيه تيجي ملطوشه كده، تيجي كده تروح جايه جون، تبقى مشكله يعني. بالنسبه برضو لموضوع الجبلايه، شرط وحيد لمناقشه ملف زياده الاستبدال في يناير، ملف زياده الاستبدال في يناير. كلنا عارفين ان الفتره الاخيره بعض الانديه بتطالب بزياده الاستبدال في يناير، واولهم نادي الزمالك، في ناديين ثلاثه كمان مع نادي الزمالك عاوزين الاستبدال. النادي الاهلي رافض شكلا من الموضوع والقصه زي ما قلت لحضراتكم مش قصه ان انا مستفيد او مش مستفيد، القصه انت بدات البطوله بنظام تبقى تنهيها بنظام. الاتحاد المصري بقى حط شرط لمناقشه للتفكير في وده شرط يعني اعتقد ان هو مستحيل يتحقق يعني، لكن بما ان في شرط يعني احنا عندنا الاول لا مش هنفكر ولا هنعمل ولا 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 هنقرب من الاستبدال والمسابقه بدل، فرجع شويه كده قال ايه ممكن نفكر في الاستبدال في حاله واحده بس، وممكن بقى الحاله دي مش هتتحقق طبعا. ممكن بعد يومين ثلاثه يطلع يقول لك ايه ممكن نفكر يقلل الشرط او يقلل المستوى او السقف بتاع رفضه ده شويه، كل شويه لحد ما نتفاجئ ممكن تبقى كارثه، واعتقد ده مش هتحصل يعني. قال لك يرفض الاتحاد المصري لكره القدم ولجنات الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم حتى الان مناقشه ملف زياده الاستبدال في فتره الانتقالات الشتويه في يناير القادم. ومصدر من اتحاد الكرة قال إن اللجنة الخماسية ترفض تعديل اللوائح اللي بدأت بها المسابقة رغم مطالبة أكثر من نادي بزيادة الاستبدال، ويطالب أكثر من نادي بزيادة الاستبدال مقعدين إضافيين ليصبح من حق كل نادي استبدال 7 بدلا من 5. وقال المصدر إن اللجنة لن تناقش ملف زيادة الاستبدال إلا في حالة وحيدة، وهي المصدر ده قال إن تلك الحالة هي وصول طلبات رسمية من ال 18 نادي المتواجدين في الدوري المصري الممتاز تفيد برغبتهم في زياده الاستبدال. وقتها بقى هنناقش فكره الاستبدال، وقتها انا بقول لك بقى في المشمش، لان النادي الاهلي عمره ما هيقدم لك طلب رسمي بزياده الاستبدال يا عم عمرو يا جنين، مش هيديك الفرصه يا جنين. النبي يا جنين اديني ورده. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.